الشريعة بأي دين بأي دولة يا سيد حسن. السابعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع ماهر مجذوب. مساء الخير إلى العناوين. فقدته يعني إلى الصباح سبحان الله، جابونا إياه على المستشفى الأمي. مقتل الطفل محمود العاصفي بشامون على يد قاصر، وخطف الطفل ريكاردو جعارة في عمشيت. الله يخليكم، رجعولي بابا أنا مريض. أهالي العسكريين المخطوفين اعتصموا أمام السفارة القطرية مناشدين الدوحة السعي للإفراج عن أبنائهم. كتائب الأسد والميليشيات التابعة لها تهاجم الزبداني وتستميت لاستعادة المواقع التي خسرتها في حلب. تانجو على إيقاع حمام الدم المفتوح ينفذه حزب الله في الداخل السوري، وتانجو آخر على وقع تعطيل المؤسسات الدستورية يقوم به التيار العوني في الداخل اللبناني. تانجو حزب الله المتمثل خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء على جبهات القلمون السوري، أتبعه اليوم بما سربته وسائل إعلامه عن هجوم واسع ينفذه مع كتائب الأسد على مدينة الزبداني في سياق حلقة جديدة من حلقات توريط لبنان وشبابه في الأتون السوري. أما تانجو عون والذي بدأ بتعطيل الانتخابات الرئاسية تحت حجة الإتيان برئيس قوي، فيترافق اليوم مع محاولة لتعطيل مجلس الوزراء تحت عنوان الحقوق السياسية للمسيحيين، ملوحا بلعب ورقة الشارع والقيام بتظاهرات في جبل لبنان والكورة. ولكن قبل الملفات السياسية والأمنية نتوقف عند خبرين هزا لبنان باستهداف الطفولة في بشامون عبر قتل الطفل محمود العاصي، وفي عمشيت من خلال خطف الطفل ريكاردو جعارة ومطالبة الخاطفين بفدية مالية. إذن استفاقت بلدة بشامون على جريمة مروعة بطلها القاصر علاء عوض الذي أقر بقتله الطفل محمود العاصي بعد استدراجه إلى حرج قريب من منزله. التقرير لربيع شطف. لن يضج منزل محمد خضر العاصي مجددا بلهو طفله محمود ابن 9 سنوات. هذه الابتسامة المرسومة على ثغر الوالد في هذه الصورة وهو يحتضن طفليه محمود وليا باتت في أرشيف ذكريات. إنه الوالد الذي علم أن ابنه أصبح ضحية فتى يدعى علاء عوض ويبلغ من العمر 14 عاما. وهذه الأم المفجوعة التي ارتأت مستشفى بشامون التخصصي حيث كانت جثة ابنها أن تخفف عنها وتعطيها مهدئا عله ينسيها ولو للحظات فاجعتها الكبيرة. فقدناه امبارح شو الساعة 6 وما بين لليوم الصبح بمساعدة الدفاع المدني لحتى نشلوه. أنا قدمت بلاغ امبارح على المخفر، اليوم عرفت أنه كامشين 2. هول الجماعة بتعرفون قبل كان مثلا يلعبوا مع بعض قبل الأولاد ولا أول مرة؟ أنا عرفت أنه ما قلن زمان يعني ساكنين بالمنطقة. وبحسب المصادر الأمنية فإن الجاني عوض الذي أوقف اعترف بارتكابه الجريمة، وقد أشارت المعلومات إلى أنه استدرج الضحية محاولا التحرش به قبل أن يقتله بآلة حادة على رأسه ويغطيه. الطبيب الشرعي هو بيقول بس في محاولات خنق وضرب بآلة حادة. اكتشفت الجثة الساعة 5 صباحا، وبالتالي ما بنعرف أي ساعة صارت، وهيدا الطبيب الشرعي. نحكى عن تعرض للاغتصاب هالشيء ده انتو ما فينا نحن نعطي هيك معلومات. الصبي بيته ثالث بلوك هونيك لقوه وين البنايه هونيك اللي هونيك تحت منهم بشوي، كانوا زيتين وفوق منه خشب وما خشب. كيف رجعوا لقطون للشباب اللي عملوا هالعمل؟ الدفاع المدني بعد انه خبره هن بتفتيشوا هيك شيء. التحقيقات شملت كذلك شقيق الجاني ويدعى عفيف عوض 23 عاما، وقد علم تلفزيون مستقبل أنه كان قد خرج من السجن منذ شهر تقريبا. كما استمعت الأجهزة المختصة إلى إفادة والد الضحية قبل تسليمه جثة ابنه الذي دفن عصرا في جبانة الشهداء بعد الصلاة عليه في مسجد برج أبي حيدر. هذه الأحراج أنبأت عن مأساة مزدوجة، فالضحية طفل
والجاني طفل. من بشامون، ربيع شنطف، تلفزيون المستقبل. في بلدة عمشيت أقدم مجهولون على اختطاف الطفل ريكاردو جعارة عند الساعة 10:30 صباحا من أمام منزله، وقد اتصل الخاطفون بعائلة الطفل الذي لم يتجاوز عمره 7 سنوات طالبين فدية قيمتها 250 ألف دولار أمريكي. ما زالت العائلة بانتظار اتصال ثان، مع العلم أن والد ريكاردو ويدعى عماد هو مهندس معماري يقيم بين لبنان والكويت، وهو حاليا في الكويت. ومن مأساة قتل طفل في بشامون وخطف آخر في عمشيت إلى مأساة أطفال العسكريين المخطوفين في جرود عرسال الذين شاركوا أهليهم في الاعتصام سلميا أمام السفارة القطرية مناشدين الدوحة بذل كل المساعي للإفراج عن أبنائهم. الله يخليكم، رجعوا لي بابا، أنا مريض، بابا كان يبقى حد بالمستشفى، بس هلا مش عم بشوفه، أنا بحبه كثير. اعتصام جديد لأهالي العسكريين ومناشدة جديدة للإفراج عن أبنائهم المختطفين لدى المجموعات الإرهابية في جرود عرسال. فإلى الشارع الذي تركوه على وقع وعود الطنانة قبل فترة عاد أهالي العسكريين قبل يومين بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء. والوجهة اليوم كانت أمام السفارة القطرية حيث نفذوا اعتصاما سلميا متوجهين إلى الدولة القطرية لإتمام مساعيها بغية حل أزمة أبنائهم المخطوفين خلال شهر رمضان المبارك. لا يسعنا إلا أن نجدد العهد والوعد باسم أهالي العسكريين الأسرى بنداء إلى دولة قطر بشخص أميرها الشيخ تميم وإلى الدولة التركية لإتمام مساعيها لحل أزمة أولادنا. عسى أن يكون نهاية هذا الشهر الفضيل احتفالا بعيدين، عيد الحرية لأبنائنا وعيد الفطر للمسلمين خاصة واللبنانيين عامة. بس أكيد هون نحن عملنا سلمية، بس بغير محلات نحن نعمل مظاهرات وين مكان وين مكان. من اليوم بعد في عندنا كمان مظاهرات وين مكان بنعمل مظاهرات، لأنه ما عاد فينا نتحمل أكثر من هيك. تلفت أعصابنا، صرنا سنة بيقولونا خلص الملف والملف خلص والملف خلص، وبعد لهد حلق ما خلص. الأهالي كشفوا أنهم تبلغوا من وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن صفقة الإفراج عن أبنائهم مع جبهة النصرة أصبحت قريبة. تتابعونا بعد الفاصل. السيسي: هجمات سيناء تم الإعداد لها من الخارج. شنت كتائب الأسد وميليشيات حزب الله هجوما واسعا على منطقة الزبداني في ريف دمشق. ناشطون أكدوا أن الثوار تصدوا للهجوم مكبدين القوات المهاجمة خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات، فيما لا تزال تدور معارك عنيفة في جمعية الزهراء في مدينة حلب التي تحرز فيها المعارضة تقدما واضحا. بعد انزلاقه بمعارك دمشق ودرعا والقلمون وتكبده خسائر كبيرة في الأرواح، ها هو حزب الله يغرق عناصره مجددا في مناطق أخرى بعد فتحه جبهة الزبداني بريف دمشق التي أمطرها النظام بالبراميل المتفجرة وسط غطاء مدفعي وجوي كثيف لانتزاع السيطرة من المدينة. وفيما ترددت أنباء عن سقوط عدد من القتلى في صفوف حزب الله، شنت فصائل المعارضة هجوما عنيفا من عدة محاور على كتائب الأسد التي تكبدت خسائر فادحة في الآليات والأرواح في حي جوبر في العاصمة دمشق. أما في مدينة حلب شمال سوريا فقد أعلن قائد عسكري في المعارضة عن مقتل العشرات من قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها وخاصة حزب الله في المعارك الدائرة بالمدينة، في حين سيطر الثوار على عدة نقاط في حي جمعية الزهراء وعلى ثكنة البحوث العلمية الملاصقة لحي الراشدين. رفضت سوريا اقتراحا روسيا لاحتواء الأزمة السورية، وأشارت مصادر إعلامية في لندن أن الاقتراح يقضي بإنشاء حكومة وحدة وطنية واسعة الصلاحيات تضم بعض أعضاء النظام الحالي والمعارضة، على أن يتنازل بشار الأسد عن جزء كبير من صلاحياته لها وأن تقود الحكومة فترة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية. وبحسب المصادر فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض هذا الاقتراح على وزير الخارجية السوري وليد المعلم أثناء زيارته موسكو الأسبوع الماضي، إلا أن الوزير السوري عارض الاقتراح بشدة مؤكدا للروس أن النظام السوري
سائر في معركته إلى النهاية، وأنه لا يريد من الروس سوى المزيد من الدعم بالسلاح. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الهجمات الأخيرة التي شهدتها شبه جزيرة سيناء قد تم الترتيب لها من خارج مصر. وحرص السيسي على ارتداء الزي العسكري أثناء الزيارة وتقديم التحية لكل فرد من أفراد القوات المسلحة المصرية. بالزي العسكري ولأول مرة منذ توليه مقاليد السلطة في مصر، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عناصر القوات المسلحة في سيناء بعد نجاحها في توجيه ضربة قاسمة للعناصر التكفيرية خلال محاولة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العديد من المواقع والنقاط الأمنية شمال سيناء. السيسي أكد أن الهجمات الأخيرة في سيناء قد تم الترتيب لها من خارج مصر، وأضاف أن الهجمات الأخيرة لم تكن تستهدف سيناء فقط وإنما كانت تستهدف مصر، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بأن يكسر إرادة المصريين. اللي انتوا عملتوه خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا دول أبطل، أحبط مخطط كبير قوي. العالم المحيط بينا واللي احنا بنؤثر فيه وبنتأثر بيه، الكل أيقن ان مصر هي عماد الأمن والاستقرار للمنطقة. وفي سيناء واصلت القوات المصرية هجماتها على المسلحين، فشنت طائرات الأباتشي غارات على 3 مواقع للمسلحين أسفرت عن مقتل 30 مسلحا من أنصار بيت المقدس بينهم قياديان، وإصابة العشرات جنوب رفح والشيخ زويد. إلى ذلك أعلنت قوات حرس الحدود المصري أنها اكتشفت نفقا إلى الجنوب من معبر رفح على حدود قطاع غزة عثرت بداخله على متفجرات بزنة تقارب نصف طن. سياسيا أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر تقود حربا شرسة ضد الإرهاب، ليس فقط دفاعا عن التراب الوطني وإنما دفاعا عن العالم المتحضر بأسره. وردت الخارجية المصرية على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول شأن المصري، لافتة إلى أن مواقفه تعكس حالة غير مسبوقة من الهذيان وعدم الاتزان الذي أصبح يتزايد في الأونة الأخيرة بعد خسارته المدوية للانتخابات البرلمانية والاتهامات التي تلاحقه بدعم الإرهاب خصوصا تنظيم داعش. نتوقف الآن مع آية من الذكر الحكيم، يليه مدفع الإفطار ورفع آذان المغرب. صياما مقبولا وإفطارا شهيا، نشاطنا مستمرة وهذا أبرز ما ورد فيها. مقتل الطفل محمود العاصي في بشامون على يد قاصر، وخطف الطفل ريكاردو جعارة في عمشيت. أهالي العسكريين المخطوفين اعتصموا أمام السفارة القطرية مناشدين الدوحة السعية للإفراج عن أبنائهم. كتائب الأسد والميليشيات التابعة لها تهاجم الزبداني وتستميت لاستعادة المواقع التي خسرتها في حلب. استهدف الجيش فجرا محاولات تسلل وتحركات مشبوهة للمسلحين في وادي رافق جرود القاع وصولا إلى جرود رأس بعلبك وعرسال بالمدفعية الثقيلة. من جهة أخرى، أوقفت دورية تابعة لمديرية مخابرات الجيش أمس على طريق عامل لبوي عرسال كل من محمد أحمد الخطيب، صلاح محمد الجبي، حمزي سويدان الحمزي، محمد فوزي البحري، وهم من التابعية السورية. وبعد التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص تبين أنهم ضباط، 3 منهم برتبة عقيد والرابع برتبة رائد، وهم منشقون عن الجيش السوري وينتمون إلى الجيش السوري الحر. جزم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن القمر العربي في بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء سينتصر على الهلال الإيراني مهما طال الزمن. كلام المشنوق جاء خلال تمثيله الرئيس سعد الحريري في حفل إفطار جمعية اتحاد العائلات البيروتية. القمر العربي سينتصر على الهلال الإيراني بالعقل والحكمة والوعي وسط الحرائق المحيطة بالمنطقة. هذا الموقف لوزير الداخلية نهاد المشنوق أتى خلال تمثيله الرئيس سعد الحريري في حفل الإفطار الذي أقامته جمعية اتحاد العائلات البيروتية في البيال بحضور حشد سياسي ودني واقتصادي وأبناء من العائلات البيروتية. نحن لسنا ضعفاء ولا مهزومين مهما علت أناشيد الانتصار عند الفريق الآخر.
فهذا الفريق يعلم قبل غيره أن الوقائع في المنطقة ولو طال الزمن ليست لصالحه ولا لصالح مشروع التوسع والهيمنة المذهبية التي ينتمي إليها ويسعى إليها في كل مجال. سينتصر القمر العربي في بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء، سينتصر القمر العربي في بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء على الهلال الفارسي، ومن يعش يرى شاء من شاء وأبى من أبى. وقال المشنوق أن الرئيس سعد الحريري وجمهوره لم ييأسوا أو يملوا أو يكفروا بالوطن والمواطنة، معتبرا أن أحد مدعي المسؤولية والحرص على الطائفة السنية لا يستطيع الهروب من تاريخه إلا بتزوير تاريخ الآخرين وبتغطية الانقلاب على شرعية التمثيل السياسي. هذا يلعب لعبة تجيش بغيض واستثمار حاقد في أزمة طائفة وأزمة وطن، بل أزمة منطقة بكاملها، ظنا منه أن غسيل السمعة والتاريخ مسألة تقنية كغسيل الأموال. الأموال التي لا زالت حتى هذه اللحظة تغذي جزءا من الحرب على الشعب السوري. وتقدم المشنوق بالاعتذار من أهالي الموقوفين الإسلاميين متعهدا بأن لا تمر حادثة رومي بغير العقاب الذي يستحقه مرتكبوه، كما كانت كلمة لرئيس اتحاد العائلات البيروتية فوزي زيدان. يؤمن الاتحاد بنهج رئيس الشهيد رفيق الحريري الوطني والقومي المرتكز على الانفتاح والاعتدال والعيش المشترك ونبذ العنف ورفض الإرهاب وقيام الدولة القوية السيدة الحرة والعادلة. وفي الختام كرم الاتحاد الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي وقدم له درعا تقديرا لعطاءاته. بدوره أكد وزير العدل أشرف ريفي أنه لا يمكن أن نكون عروبيي الانتماء ونفكر فارسيا، وجدد تشديده على أن لبنان وطن العيش المشترك تحكمه البندقية الشرعية فقط ولا مكان فيه لأي سلاح غير شرعي. حمل وزير العدل أشرف ريفي حزب الله المسؤولية الكاملة عما حصل في السعديات وعما يمكن أن يحصل في مناطق أخرى، مؤكدا رفضه تحت أي ظرف تمدد هذا السلاح الذي يسعى لفرض أمر واقع. كلام ريفي جاء خلال مأدبة إفطار تكريمية أقامها على شرف مخاتير طرابلس والميناء والبداوي والقلمون بمشاركة الهيئات الاجتماعية في منتجع الميرامار في طرابلس. نحن ملتزمون بمنطق الدولة والمؤسسات، فالدولة وحدها بقواها الذاتية هي التي تحمي جميع اللبنانيين، وفي الوقت نفسه لن نقبل بأي سلاح غير شرعي ولن نسكت على امتهان كرامة أهلنا على يد من توهموا امتلاك فائض القوة. وفي هذا الإطار نتوجه إلى المسؤولين على كافة المستويات للتكاتف لوضع حد لسلوك حزب الله الذي يشعل الفتنة والذي لا يتورع عن التمادي بانتهاك السلم والكرامات، فحذار اللعب بالنار المذهبية. وكان الوزير ريفي استقبل في دارته في طرابلس المهندس معن عبد الحميد كرامي ونجله وليد الذي يتحضر لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. جايين على بيتنا ولعند أخونا ولعند صديقنا ويلي بتجمعنا فيه المبادئ والقيم والعروبة وارتباطنا بوطننا وبأرضنا. الشهيد رشيد كرامي له أيدي بيضة على عروبة لبنان وعلى وطنية طرابلس وعلى كذلك الأمر على العيش المشترك بطرابلس اللي هو خيارنا كلنا سوا. لا يمكن نكون عروبين إلا نحكي عربي فقط لا غير. الحقيقة نحن اليوم البوصلة تبعتنا سوية، بوصلة واضحة جدا. اللي بده ياخذ الخيار الفارسي هو حر تماما، ان نحن اولاد مدينه لا تقبل هذا الخيار نهائيا. بترجموا بالانتخابات، بترجموا بصندوق الانتخابات، بترجموا باستطلاعات الراي، بترجموا بكل المواقف. نحن حكم حلقتنا الاساسيه هي وطنيه لبنانيه، ثم الحلقه الثانيه عربيه فقط لغير. واكد ريفي ان طرابلس يجب ان تبقى مدينه للاعتدال والعلم والعلماء والعيش المشترك، والتحدي الاكبر امامنا هو في كيفيه اعاده تحريك الدوره الاقتصاديه وايجاد فرص عمل للشباب الذين يريدون العيش بكرامة في مدينتهم. ومن البقاع الغربي، رأى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن خارطة العبور إلى الدولة تمر من قصر بعبدة وليس من قصر المهاجرين، ومن السرايا الحكومي وليس من سرايا المقاومة.
أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن التيار يحمل أمانة المغتربين الذين يعودون بكل الخير على وطنهم، كما عاد به الرئيس الشهيد رفيق الحريري من المملكة العربية السعودية. الحريري وخلال رعايته الإفطار السنوي لقطاع الاغتراب في تيار المستقبل في الخيارة في البقاع الغربي ممثلا الرئيس سعد الحريري، قال إن مدرسة رفيق الحريري العابرة للطوائف والمذاهب تحتم الاستمرار باستنكار التورط في حمامات الدم في المنطقة وإطفاء المحركات التي تريد إشعال لبنان بالفتنة. خارطة الطريق إلى السلام الداخلي والعبور إلى الدولة تمر من قصر بعبدة وليس من قصر المهاجرين، تمر أيضا من السراي الحكومي وليس من سرايا المقاومة المزعومة وذراعها التشبيح الذي يشغله حزب الله في كل المناطق. والبقاع الذي تحمل طعنات الغدر المزعومة الذين ضلوا طريق التحرير يبقى جبلا عصيا لا تهزه رياح الكارهون والعابثون. وأكد الحريري أن كل التهويل والوعيد لن يقوى على طمس حقيقة من يغزو ويقتل ويرهب، مشددا على انتخاب رئيس للجمهورية وإعلاء شأن الدولة والمؤسسات. نحن في تيار المستقبل نعيش قدر حوار ارتضيناه عهدا ووصية لم نحيد عنها علّه يحمي لبنان، ونعيش أيضا زمن تعطيل المؤسسات وأرزاق المواطنين ونزع رأس الجمهورية والتباكي عليها من المواطنين إلى البكائيات التي انتفض عليها الرئيس تمام سلام منعا لتطيير رأس الحكومة أيضا، فألف وألف تحية له من اللقاء الأبي والكبير. وبعد الإفطار انتقل الحريري إلى بلدة غزة وزار رئيس اتحاد بلديات السهل ورئيس بلدية غزة محمد المجذوب، حيث عقد لقاء شعبي واسع. أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون أنهم يقضون على مسيحيي المشرق بالسيف ويريدون القضاء علينا بالسياسة، وشدد أمام وفود شعبية من الجنوب على أنه يجب الإتيان برئيس للجمهورية قوي، وهذا الأمر لا يكون إلا بتمثيل شعبي وكتلة نيابية كبيرة حتى يستطيع تعويض تقليص صلاحيات الرئاسة. أضاف: لهذا بدأنا التحضير لتحركات شعبية وتظاهرات في أقضية جبل لبنان وبعبدة والكورة، وأقبح وأوقح الأمور أن يتهم المطالب بحقوقه بالتعنت. وفي مقابل كلام عون، سارع حليف حزب الله على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم إلى تأكيد الحرص على استمرار الحوار. وفي إفطار الهيئات النسائية في الحزب قال قاسم إن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بجدارة، وهذا ما سنعمل عليه مع المخلصين. وفي المقابل ندعو إلى عدم تشبيك المؤسسات بما يؤدي إلى تعطيلها جميعا كما حصل في تعطيل مجلس النواب بحجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لأن في هذا تعطيل لمصالح الناس وخطر على بنية البلد. شهد مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين جنوب سور حالة من التوتر والحذر وسط انتشار كثيف للمسلحين بعد الإشكال الذي وقع داخل المخيم بين الفلسطينيين أحمد ماجد عوض التابع لحركة حماس وغانم ظاهر التابع لحركة فتح، وذلك على خلفية تنفيذ مشروع البنى التحتية في المخيم، تطور بعدها إلى إطلاق نار كثيف بينهما مما أدى إلى مقتل عوض 32 عاما وإصابة ظاهر بجروح. وقد عملت قيادة حركة فتح على تسيير دوريات لضبط الوضع بداخل المخيم ولعدم تطور ما حصل للأسوأ. مساعدات غذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وزعت على أكثر من 1000 أسرة لبنانية وسورية في منطقة علي. بإشراف مكتب المساعدات الإنسانية والتنموية في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لبنان، تم توزيع طرود غذائية على أكثر من 1000 أسرة من اللبنانيين ونازحين السوريين في منطقة علي ضمن مشروع إفطار صائم في لبنان بمكرمة من الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان وبحضور سفير دولة الإمارات حمد سعيد الشامسي ووزير الزراعة أكرم شهيب. وهذا يأتي في مشاريع التي تقدمها دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، وهذا الموضوع مستمر من سنين طويلة وبيستمر إن شاء الله في السنوات القادمة. فأقل ما يقال أننا نقف إلى جانب هذا الشعب بكل إمكانياتنا الاجتماعية والإنسانية
لتأمين الراحة لهم. وما هذه المكرمة إلا جزء من هذا الدعم الطويل والذي نأمل أن تكون نهايته قريبة وعذابات الشعب السوري تكون نهايته قريبة إن شاء الله. هذا المشروع الذي أطلق بمناسبة شهر رمضان سيجول على مختلف المناطق اللبنانية وتحديدا حيث يتواجد النازحون السوريون لتقديم المساعدة الغذائية لهم. في عكار جدد أهالي بلدتي كوشة وبيت الحاج مطالبتهم الدولة بإيجاد حل جذري لخطوط التوتر العالي. شكاوى عمرها سنوات على خلفية خطوط التوتر الكهربائي الواقعة بين بلدتي كوشة وبيت الحاج في عكار، وقد رفعها الأهالي مجددا إلى المعنيين علها تجد آذانا صاغية لهذه المشكلة التي تهدد صحتهم وصحة أطفالهم. نبلش من الأساس، نبلش فيه هو المعاناة على المواطنين الموجودين في هالقرى هون تحت التوتر. التوتر يسبب الأمراض السرطانية أولا، ثانيا كذا واحد توفى وقتل حرقا من الكهرباء من وراء التوتر العالي توتر منخفض. المطلوب يا أخي إزالة التوتر العالي من مكانه خطر جدا جدا على المواطنين. إذا أنا دولة بتفرط بمواطنينها كيف بيكون بلد بدون مواطنين؟ في حالات مرضية صارت بعد التوتر كبيرة مانا صغيرة، يعني أكثر من 20 حالة صارت بالمنطقة من أثر التوتر. لهالسبب هذا بنطالب بإزالته أو بتحييده من الضياع أقل ما فيه، لأنه وقع مرة بالزمان حرق شي 20 30 تلفزيون بالروتات. وحمل الأهالي شركة كهرباء لبنان مسؤولية حدوث كوارث بشرية قد تلحق بهم نظرا لخطورة الإشعاعات الصادرة عن خطوط التوتر، إضافة إلى وقوعها حجر عثرة أمام إنجاز بعض المشاريع التنموية في المنطقة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. السبسي يعلن حالة طوارئ في تونس بعد هجوم سوسة. مقتل خبراء إيرانيين في قصف طائرات التحالف في صعدة. أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب للتونسيين فرض حال الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوماً، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 38 شخصا في مدينة سوسة جنوب شرق العاصمة تونس. وكانت الرئاسة التونسية أعلنت عن القرار من دون أن تشير إلى سقف زمني لإجراءات الطوارئ، وأعلن الطوارئ يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية. مرة جديدة يتبين جليا التدخل الإيراني في اليمن. 5 خبراء إيرانيين وعدد من الفنيين قتلوا في قصف طائرات التحالف لمصنع صواريخ في صعدة. من جديد يظهر جليا التدخل الإيراني على الأراضي اليمنية لمساندة الحوثيين في انقلابهم على الشرعية، فقد أدى قصف للتحالف العربي إلى تدمير مصنع للصواريخ في منطقة ساقيم بصعدة ومقتل 5 خبراء إيرانيين وعدد من الفنيين. غارات التحالف استهدفت كذلك منزل الرئيس عبد رب منصور هادي في صنعاء والذي يسيطر عليه الحوثيون، مما أوقع عددا من قياداتهم بين قتيل وجريح. ومع تواصل الاشتباكات في محافظات عدة بين المقاومة الشعبية من جهة والحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة ثانية، وصلت إلى جبهات القتال في محافظة مأرب كتيبة الفتح أولى الكتائب التي تم تدريبها في منطقة العبر غرب حضرموت لمواجهة الحوثيين. وفي سلسلة أهداف للتحالف العربي شن الطيران الحربي غارتين على منطقة صراوح بمحافظة مأرب مستهدفا تجمعات لميليشيات الانقلاب، لتنسحب هذه الضربات على محافظات أبين وحجة وعدن وشبوة والجوف والضالع، مع تعرض مقر قيادة الدفاع الجوي وكلية الهندسة العسكرية شمال العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى مخازن أسلحة في جبال النهدين لقصف التحالف. أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل المطلوب يوسف الغامدي في تبادل لإطلاق النار في محافظة الطائف. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إنه في أعقاب تعرض رجال الأمن لإطلاق نار بمحافظة الطائف من الغامدي ومقتل جندي من قوات الأمن، وبالنتيجة المتابعة الأمنية تم رصده في منزله بحي الشرقية بمحافظة الطائف وتمت محاصرته. وأثناء مطالبة رجال الأمن له للمبادرة بتسليم نفسه بادر إلى إطلاق النار على القوة الأمنية التي ردت بالمثل، مما أدى إلى مقتله.
أمر المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي بتطوير قدرات إيران الصاروخية ورفع الجهوزية الدفاعية في مجال الحرب الناعمة، وذلك بتخصيص 5% من الموازنة العامة لهذا المشروع. وبحسب الوكالات الإيرانية فقد جاءت هذه الأوامر في رسالة وجهها خامنئي للرئيس الإيراني حسن روحاني حول تنفيذ السياسات العامة للخطة التنموية السادسة في إيران للسنوات الخمس القادمة. أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن الشيعة والسنة يواجهون عدوا واحدا هو ولاية الفقيه في إيران، الذي أجج الصراع فيما بينهم ودفع أتباعه لارتكاب الجرائم في العراق وسوريا على غرار ما يحصل في إيران، محذرة من خطورة الاتفاق النووي الإيراني الغربي. خلال مؤتمر موسع لشخصيات سياسية وإسلامية في باريس تحت عنوان أزمة التطرف الديني والدور المخرب للنظام الإيراني، شددت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي على أن الإسلام يرفض الصراع الطائفي، إلا أن ولاية الفقيه والميليشيات التابعة لها في العراق وسوريا تقوم بجرائمها تحت شعار الحرب الشيعية السنية في منطقة كانت بعيدة عن هذا الصراع حتى جاء الخميني فأجج صراعا طائفيا من خلال شعاره أن الطريق إلى القدس يمر عبر بغداد، ثم قام بإعدام المئات من سنة إيران من الأكراد والبلوش واغتيال رجال الدين السنة في بلوشستان. وقالت أن النظام الملالي كبل الشعب الإيراني بممارسة الإعدامات المستمرة. نعم، هذا هو نظام ولاية الفقيه اللا إنساني الذي يعتبر عراب داعش وبوكو حرام. كل هذه الظواهر مهما كانت مسمياتهم ومسمياتها مشتركون في إيديولوجية لا إنسانية وفي المبادئ الاعتقادية، أي في فرض الدين باللجوء إلى القوة في إقامة استبداد مطلق باسم حكم الله. كما ألقيت في المؤتمر الذي شارك فيه العديد من الزعماء الدينيين وشخصيات سياسية وحقوقية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، إضافة إلى قادة المسلمين في فرنسا، كلمات شددت على الدور السلبي للنظام الإيراني في المنطقة. أين رسالة الإسلام السمحة مما تقوم به نظم دينية متطرفة تحكم باسم ولاية الفقيه؟ نظام الملالي، نظام ولاية الفقيه الذي أسس للإرهاب والتطرف، حيث لم نكن نعرف أي تطرف باسم الإسلام. كنا نعرف الإسلام المتسامح، الإسلام الذي يقبل الآخر، الإسلام الذي لا يكفر. وحول الهدف من هذا التجمع قال قيادي في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن منطقة الشرق الأوسط تجتاحها الآن ثلاث حروب كبيرة في سوريا والعراق واليمن، والقاسم المشترك للحروب الثلاث هو الدور الفاعل للنظام الإيراني. صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس مستقر معتدل الحرارة ورطب نسبيا عم يسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد فقرة صورة وشمسية. اليوم وصلتنا صورة من أسعد، بذكركم أنه بس صورة واحدة عم تربح معنا جايزة بكل آخر الشهر. من بعد فقرة صورة وشمسية منروح هلا الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. جولتنا بتبلش مع القاهرة 36، 33 بتونس، 29 درجة بالرباط، 47 ببغداد، 34 بدمشق، 29 درجة بالقدس، والختام مع الكويت 49، الدوحة 42، والرياض 46 درجة. بالنسبة لطقس لبنان بكرة الجو العام عم بيكون قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها ل 30 درجة، أما أدناها لل 20 درجة. الرطوبة عم بتسجل أقصاها 80%، أما سرعة الريح عم توصل لل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم توصل أقصاها لل 26 درجة، أما بالداخل عم بتسجل أقصاها 36 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا من الشمال مع عكار 27، 29 بطرابلس، 26 بالأرز، 29 درجة بالكورة، 28 بالهرمل، 27 بالقاع وببعلبك، 25 درجة برييق. بالمناطق اللبنانية بنوصل عجبال 29، 27 بميروبة، 29 درجة بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 29 درجة وطقسها قليل الغيوم، 36 درجة بزحلة، 33 بشتورة، 32 بعنجر، 30 درجة بمشغرة، جزين 28، 26 برشية وبمرج عيون، 29 درجة ببنت جبال، بيت الدين 27 درجة، أما المناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و30 درجة.
مثل ما ذكرنا لبكرة بيكون في عنا طقس قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة، أما بكرة الحرارة عم توصل أقصاها لل 29 درجة، أما أدناها لل 23 درجة، استقرار نهار التنين على 29 درجة، أما لنهار الثلاثة عم تنخفض درجة واحدة وعم تسجل أقصاها 28 درجة. بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين ال 16 وال 26 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، بعتوا لنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكن المفضل لاقونا على طول على المستقبل. وهذه في الختام إعادة للعنوي فقدته يعني للصباح سبحان الله. مقتل الطفل محمود العاصي في بشامون على يد قاصر، وخطف الطفل ريكاردو جعارة في عمشيت. الله يخليكم، رجعوا لي بابا أنا مريض. أهالي العسكريين المخطوفين اعتصموا أمام السفارة القطرية مناشدين الدوحة السعي للإفراج عن أبنائهم. كتائب الأسد والميليشيات التابعة لها تهاجم الزبداني وتستميت لاستعادة المواقع التي خسرتها في حلب. من لينا ومني أطيب الأمنيات، وتصبحون على خير. إلى اللقاء. بأي حق، بأي شريعة، بأي دين، بأي دولة يا سيد حسن؟